رح نحكي هلا عن الجداول او التيبلز او الجداول بعدين، وكمان الفورمز او الاستمارات. بعدين رح نشرح كمان بهذا الدرس عن السيمانتيك اتش تي ام ال. هي عباره عن شويه تاجز بتكون اكثر فهما اكثر وضوحا للمطور وللمتصفح. طيب خلينا نبلش بالتيبلز. لماذا ليش نستخدم التيبلز؟ شو الهدف منه؟ الهدف منه هو اظهار المعلومات على شكل سطور واعمده، يعني سطور وخلايا او اعمده. كيف نعمل هي الجداول؟ في عندنا هون تاج اسمه تيبل، نفتحه ومنسكره تحت. بعدين في عندنا جوا داخل هذا التيبل في عندنا سطر تيبل رو، جاي من تيبل رو او سطر جدول سطر سطر جدول. بعدين في عندنا خلية رقم واحد اللي فيها معلومات معينة، وفي عندنا كمان خلية رقم اثنين رح نعمل نحن مثل نيم وايج او الاسم والعمر. بعدين تحت في عندنا كمان التيبل رو كمان وحدة ثانية يعني سطر ثاني، وفي عندنا كمان تيبل سيل يعني خلية من الجدول وخلية ثانية بالسطر الثاني. طيب خلينا نكتبه. أول شيء في أشخاص طلبوا مني أن نعمله بالفيجوال ستوديو، فراح أفتح المشروع بالفيجوال ستوديو. راح سكره أول شيء هون لأنه فتحته من شوي. كلوز فولدر، نكبس على الفايل اوبن فايل، نجي على ديسكتوب. أنا في عندي هذا مجلد المشروع، نكبس عليه بيفتح لنا إياه هون. طيب نسكر هاي الويلكم، نكبس على الإندكس. أنا رح كبر الخط شوي بحيث يكون مفهوم أكثر. طيب خلينا نحذف اللي كتبناه بالدروس الماضية. طيب كيف فينا نعمل تيبل؟ أول شيء في عندنا تاج اسمه تيبل، منسكره، شوفوا التكست اديتور سكره لحاله. طيب بعدين نعمل سطر، نعمل تيبل رو سكرنا اياه، نعمل عمود اولاني تيبل سيل او بالاحرى خليه، نكتب هون نيم مثلا، بدنا نكتب هون العمر. بنحط كمان عمود ثاني اسمه ايج او بالاحرى عمر، وبنرجع نفتح كمان سطر ثاني. هذا رح تشوفوه لما بيكون الموضوع اكثر او معمول، لما بيطلع على البراوزر او المتصفح الانترنت رح تشوفوا انه اوضح بكثير. طيب فينا نعمل هون تيبل تيبل سيل هون بتصير، فبنعمل هون مثلا احمد مثلا ايج تي دي 30 مثلا. طيب خلينا نشوفه هلا بالمتصفح كيف بيطلع. نعمل هون ريفرش، بيصير في عندنا هون نيم وايج احمد 30. رح تشوفوا هون اذا نعمل انسبكت اليمنتس، طبعا هي اداه اللي لحتى فينا نعمل انسبكت او نشوف الكود او نعمل انسبكت للكود اللي كتبناه. شو فينا نشوف هون؟ ففي عندنا هون تيبل، اذا شايفين هون جدول تحته، بعدين في عندنا هو كتب لنا هون متصفح تيبل بودي، اوكي تيبل رو السطر، وفي عندنا كمان سيل اولين سيل الثاني او الخليه الاولى خليه الثانيه. بعدين في عندنا كمان تيبل رو ثاني تي دي عفوا تيبل رو، بعدين في عندنا الخليه الاولانيه والخليه الثانيه. خلينا نعطيه بوردر او مثل كنار او شيء بيكون حول التيبل بحيث يكون اوضح. بوردر مثلا حط له واحد، هذا رح تشوفوا هالاتريبيوت شو بتعمل. اذا نعمل ريفرش بتشوفوا ان هون في عندنا عملنا هون مثل خط حول بحيث بالجدول بالخلايا. بس في عندنا هون اذا بتشوفوا في عندنا هذا التيبل، هذا هو الجدول، وفي عندنا تحته كمان تيبل بادي كتب المتصفح لحاله، يعني فينا نحطه فينا ما نحطه بس المتصفح بيعرف لحاله. بعدين في عندنا تيبل رو، هذا السطر الاولاني وهذا السطر الثاني، شفتوا في سطرين. هلا كل سطر في عند في خليتين، خليه اولى خليه ثانيه نيم وايج. بعدين في عندنا الخليه الثانيه السطر الثاني في عندنا الاسم والعمر. طيب هاي بالنسبه للتيبلز، في اشياء معقده اكثر او بالاحرى اكثر تعمقا، لكن بشكل عام لها المستوى هذا المبتدئ لازم تعرف على الاقل هدول. ما تبقى نتعامل بالسي اس اس وبالستايلينج او بالاحرى بشكل الجدول والوانه وغيره وغيراته بالسي اس اس. طيب خلينا نشوف وين صرنا. فعملنا هلا التيبلز، خلينا نحكي هلا عن الفورمز. رح نحكي بعدين عن السيمانتيك اتش تي ام ال، بس خلينا نحكي عن السيمانتيك اتش تي ام ال هلا. السيمانتيك اتش تي ام ال هي عباره عن شويه تاجز مثل هيدا مثلا هيدر، هي بتخلينا نعرف نفهم
المغزى او الهدف من التاج. هلا نحن كنا نستخدم في تاج اسمه الديف. اذا بدنا نكتب هون الديف، خلينا نشيل التيبل هلا حاليا. في مثلا السيمانتيك تاج مثل مثلا هيدر، هيدر هذا معروف انه اسمه هيدر يعني راس الصفحه داخل البادي طبعا، ولكن في شيء مانو سيمانتيك هو بالاحرى مثل الديف. الديف هو عباره عن قسم او ديفيجن او قسم من الصفحه، فهي مو معروف هو شو محتوى هذا الديف، شو نوع هذا الديف، شو ماذا يمثل، شو بيمثل هذا الديف. بينما الهيدر نحن بنعرف انه بيمثل هيدر مثل المين مثلا، بنعرف انه بيمثل مين سكشن من البادي. خلينا نحذف هدول هلا مشان يكون اوضح للجميع. نعمل هيك، خلينا نكتب اول شيء هيدر، نستخدم هدول السيمانتيك تاكس بحيث يكون افضل وافهم كمان. ففي عندنا هيدر جواته ممكن نحط اتش 1 مثلا او هيدر 1، درسناها بالدرس الماضي. فهون نكتب مثلا ماي ويب سايت مثلا. بعدين فينا نعمل شيء كمان من السيمانتيك تاكس اسمه unordered list. unordered list او لسته غير مرتبه، قائمه غير مرتبه. فبنعمل هون تاج اسمه ul unordered list unordered list. بعدين نعمل هون li list element او بالاحرى عنصر من القائمه. داخل هي ال الليسته فرح نعمل مثلا مثلا task مثلا buy اكس مثلا، نشتري بيض مثلا. اللي بعده مثلا ال اي باي ميلك مثلا، نشتري حليب. اذا عملنا هلا ريفرش رح تشوفوا انه عملنا ليست هون الاتش 1 للاتش 1 طبعا. اذا بنشوفه نحن هون بالهيدر عندنا هذا الهيدر، حطلنا الاتش 1 هون الهيدر، حطلنا الاتش 1 هون. في عندنا اليو ال او بالاحرى انوردر ليست، قائمه غير مرقمه، غير مرقمه. عندنا الليست ايتم 1 او بالاحرى عنصر القائمه الاولاني وعنصر القائمه الثانيه. طيب لنفترض انه انا بدي اعمل هون بهذا الهيدر بدي اعمل مثل ما تقولوا روابط على صفحات اخرى. خلينا نشيل هون الليست القائمه هي وبنحط محلها الناف. يعني انا بدي اعمل نافيجيشن او بالاحرى شيء خليني اعمل انتقل من صفحه لصفحه. فبنعمل هون نافيجيشن ناف مثل ناف بار او نافيجيشن. او بعدين ان اوردر ليست نفس الشيء، ال اي من الليست يعني داخل هيدي الليست ايتم او بالاحرى عنصر القائمه. بنعمل هون لينك اتشرف، بنقول له نكتب هون مثلا index dot html اللي هي الصفحه الاساسيه هي اللي احنا فيها هلا حاليا. هلا رح تفهموا ليش. بنسكره هون، نكتب هون مثلا هوم بيج. وبنعمل كمان href، نعمل هون مثلا about html ومن هون بنسكره about page. ليش بدنا نعمل الكلام هيدا؟ بدنا نعمل نحن مثل قائمة بالروابط بحيث انه لما بنكبس على الهوم بيج يفتح لنا الهوم الاندكس هي، لما بنكبس على الاباوت بيج يفتح لنا الاباوت بيج. خلينا نعمل ريفرش. عفوا هي لازم نشيلها من هون. بدنا نعمل ليست مرة ثانية، الاي بنحطها هون. طيب اذا هلا بعمل انا ريفرش تحديث يعني، فبتشوفوا انه هون عمل لي هيدر تحت البادي هون القسم الظاهري من الصفحه. في عندنا الهيدر، داخل هذا الهيدر في عندنا الناف. الناف يحتوي على لينكس يعني روابط من فرجيه او من اظهره على شكل ان اوردرد ليست يعني قائمه غير مرقمه. نجي بعدين على ليست ايتم يعني اول عنصر من القائمه، داخله في لينك. ونفس الشيء هون كمان على الليست ايتم يعني عنصر القائمه مره الرقم 2 في جواته كمان لينك. اذا ببص على الهوم بيج بيفتح لي مو موجود دل. رح نحذف السلاش او بالاحرى لانه هذا الابسولوت باث ما لنا فيها، ولكن بشكل عام نعمل ريفرش، نكبس على الهوم بيج، نكبس على الاباوت بيج، هوم بيج اباوت بيج. طيب
هي مشان الناف بار، اذا بنحطه بالهيدر، فبتشوفوا هون انه الهيدر معروف شو القصد منه، القصد من التاج، فلذلك بسموه سيمانتيك تاج، سيمانتيك اتش تي ام ال. كمان الناف بار، الناف معروف ليش، والاتش اليو ال كمان معروف ليش، ان اوردرد ليست. فهي هدول التاجز بسموها سيمانتيك اتش تي ام ال. اذا في شيء ما سيمانتيك مثلا بسموها ديف، مثلا ديفيجن ديف، هي مو معروفه، هي ما فينا نعتبرها سيمانتيك تاج، هي ما سيمانتيك تاج. ليش؟ لانه ديف ديفيجن ممكن يمثل اكثر من شيء، فلذلك هذا ما سيمانتيك. فممكن انا اعمل هون ديف مثلا، this is a div. لازم تعرفوا هالاشياء هدول، ولكن شغلتها بسيطه كتير كتير، ديفيجن. فاذا بنشوف نحن هون انه عمل لي هون ديف خارج الهيدر، لما عمل لي ديف هون، هذا الديف هو عباره عن ديفيجن او قسم خارج الهيدر، بس مو معروف هذا الديف مانو سيمانتيك، لانه مو معروف شو ماذا يمثل، شو بيمثل هذا الديف. طيب رح نستخدمه كثير بس مع السي اس اس. طيب خلينا نشيل هلا الديف هيدا. طبعا بالشيفت والهوم انا بعمل مثلا شيفت وهوم بحدد كل شيء، واذا كان من هي اذا كنت من الاخير او من الاخير الاول، واذا كنت باول سطر شيفت و اند. طيب اذا بنيجي هلا بعدين عملنا الهيدر، خلينا نعمل بعدين المين. هو المين هو القسم الاساسي الرئيسي من الصفحه، خلينا نعمل جواته اثنين سكشنز، سكشن اولاني يعني قسم اولاني بالمين سكشن بالصفحه، بالقسم الرئيسي بالصفحه، وسكشن ثاني كمان بالقسم الثاني من القسم الرئيسي من الصفحه. طيب كيف بدنا نعمل؟ تحت الهيدر بنعمل هون مين، شيء اسمه مين، او بالاحرى تاج اسمه مين. داخله بنحط اتش 1 مثلا، بنقول هون مثلا this is the main section، او بالاحرى ممكن نشيله من هون نحط هون section، داخله بنحط ال h1 عشان يكون اوضح بكتير، this is first section، هذا القسم الاولاني، وتحته فينا نعمل سكشن ثاني، قسم ثاني. هذا بيخلي البراوزر او المتصفح هو المستخدم يفهم شو القصد منه. سكشن ثاني هذا اسمه مثلا اتش 1، this is the second section. طيب اذا نعمل ريفرش هلا شو بيصير؟ نعمل ريفرش، فاذا نفتح هون على الانسبكت اليمنتس، نكبس زر اليمين، نحط انسبكت اليمنتس، انسبكت بالمتصفح، او نكبس اف 12. طيب بتشوفوا هون انه عندنا فتحنا هون مين بعد الهيدر اللي هو في ناف بار او النافيجيشن مع اللينكس مع كل شيء مع الروابط مع كل شيء موجوده هون. في عندنا شيء اسمه، خلينا نسكر له هذا الهيدر، بنفتح هون على المين. المين يحتوي على كل الاقسام، هو القسم الرئيسي من الصفحه، ويحتوي على عده اقسام، القسم الاولاني والقسم الثاني، بتشوفوا اثنين مختلفين. نكبس على الاولاني بيطلع لنا هون اتش 1، يحتوي فقط على هيدنج 1 او عنوان واحد بس. نجي على الثاني كمان في هيدنج 2 او هيدنج 1، هيدنج 1 او بالاحرى عنوان ثاني كمان تحته، فينا نعمل ليست مثلا او قائمه. فبنكبس هون فينا نحط هون مثلا يو ال ان اوردرد ليست، نحط هون ال اي، وهون نكتب مثلا تو دو ليست مثلا، خلينا نسميه تو دو ليست، يعني قائمه بالاشياء لازم نعملها. فبنعمل هون باي اكس مثلا، بنشتري بيض، ال اي باي ميلك نشتري حليب. فبنعمل ريفرش هلا، هون بتشوفوا انه السكشن الثاني، هذا السكشن الاولاني فيه بس اتش 1 العنوان واحد بس، اما السكشن الثاني ففيه هو ليست او قائمه. بنكبس هون بتشوفوا انه في عندنا الاتش 1 الهيدنج 1، وفي عندنا بعدين ليستا اللي هي لسه المشتريات، شو بدنا نشتري. اذا بتشوفوا هون تو دو ليست، هون تحت في عندنا الاشياء اللي لازم نشتريها. وفي كمان جزء ثالث اللي هو الفوتر، او بالاحرى اخرة الصفحه بسموها، محل ما بتشوفوا انه باخر كل صفحه بيكون في حقوق النشر وحقوق المؤلف، في شيء اسمه فوتر، بنسكره هون، بنحطهم في مثلا باراجراف، في رمز معين هو رمز الكوبي رايت بسموه، او حقوق النشر او هيك شيء.
بنكتبه شيفت و7 كوبي وفاصلة منقوطة 2023 مثلا، او ماي ويب سايت 2023 اول جميع رايتس الحقوق الحقوق محفوظة، جميع الحقوق محفوظة. فإذا بنعمل ريفرش بتشوفوا انه الخط الرمز اللي كتبناه هذا، شايفين هذا الرمز؟ هذا الرمز كوبي طلع هون كوبي، شايفين الكوبي رايت هيك كوبي. بعدين ماي ويب سايت 2023، اذا بتشوفوا 2023 ماي ويب سايت 2023، بعدين في عندنا اول رايت ريزيرفد، جميع الحقوق محفوظه، جميع الحقوق محفوظه هون، نفس الشيء. فهون بنكون خلصنا من السيمانتيك اتش تي ام ال. خلينا بعدين نحكي عن الفورمز. هلا الفورمز شيء مهم جدا، خلينا نحكيها بالفيديو اللي بعده.